العقلية الفقيرة تجيب لك الفقر، والعقلية الغنية تخليك غني. يعني ايه يا جويش؟ العقلية الفقيرة بتخاف من الأخطاء، الغنية بتتعلم منها. الفقيرة بتفكر دايما في اللي فات وتقدم نفسها، الغنية بتفكر دايما في المستقبل وتخطط لأهداف جديدة. دايما بتشتكي عمرها ما تشتكي، بتخاف من التغيير، بتحب تاخد قرارات وتغير وتطور. بيخاف من نجاح غيره وبيتابعه وبيحسده عليه، مش بيفكر في غيره وبيساعد غيره كمان ينجح. فاختار عقليتك عشان بسببها هتختار أسلوب حياتك ومستقبلك.